اهلا وسهلا، تحية لكم وين ما كان يوصلكم صوتنا. ماضي 3:47 دقيقة، كالعادة نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم على 72-328-500 قرى 3:54. نحاولوا كل مرة نفتحوا موضوع اجتماعي، نحاولوا ديما نهار الخميس نخصوه للمسائل القانونية، واليوم نحكيوا على الطلاق للضرر، هالنوع هذايا من الطلاق اللي تقريبا من أصعب أنواع الطلاق، ولكن حبوا نفهموا الأسباب متاعه، ونحبوا نسمعوا أصواتكم أنتم في التجربة التجربة هذه، باش نحاولوا نعاونوكم زادة على مستوى القانوني، كيف زادة نحاولوا نعموا الفايدة للناس باش ما تمشيش أصلا للطلاق. خلينا ناخذوا التليفون الموالي، نمشيو للحياة من سيدي بوعلي 35 سنة. مرحبا بك لله. أهلا عسلام أخويا، ربي فضلك. مرحبا. 31 سنة تخدم في معمل، مرحبا لله، تفضل. شو تنجم تقول؟ أنا نحب نحكي لكم حكايتي كيفاش. باهي تفضل. أنا عندي عامين معرسة طوكي. عامين أي؟ لا إله إلا الله، بقيت معناها عام مخطوبة. بعد عرست متفاهمين أنا وراجلي لاباس، ما فماش مشاكل، ما فماش حتى شيء. أما عندك العائلة الفاميلية تحت ما يدخلوا فينا معناها. يفضلك يا لحياة، عندك برشة ريح بحذيك، لو كان تركع في بلاصة باش نجموا هكاك نسمعوك مليح. معناها دار حميتي وداري بعد ربعنا، مش برشة بعد ربعنا. قبل العيد جات جاتني حماتي، أنا ديما معناها في دار حموية ديما بحذاهم ديما، ونهار في واتات نمشيتش بحذاهم. راجل قال لي ما يسالش، تطلع لي حماتي لداري تعمل لي مشكلة، تعمل فيا وتهججني من داري. شو معناتها هجتك؟ خرجتك من دارك بالقوة؟ بالقوة عملت فيا معناها كلام ومعناها لي لا، خاطر فرق بعيد بين بين كلام وبين خرجتك بالقوة. كلام لا لا كلام كلام معناها ما نجمتش نبقى. واضح. هو راجلي مش في الدار. كلمت راجلي قلت له إيجا شوف أمك، شو غادي من الملك من الملك الحق معناها كذبوني الاثنين، ما نكذبش عليك، خرجت من الدار. خرجت معناها خرجت وين مشيت بالضبط؟ سامحني يا أخوي، كنت تريحة أحسن، كنت تريحة أحسن من هات الألفاظ اللي معناها لا 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 يوصلك، لا تريحة لا الألفاظ معناتها ما زوز زوز مرفوضي. لا لا صحيت، مشيت لدارنا، دارنا مش بعيدة معناها. هاي بي جيت دار أمي وبابا، يبكي حكيت لهم الحكاية، قلت لي يوم يقعد طوفوا معناها في العيد يجوا يرجعوا. بقيتك 3 أيام 4 أيام ما جاونيش، تعدى العيد ما جاونيش، أو عندي شهري. أنتخوتخ كلمت شي راجلك أنت أو كلمك شي راجلك حكيت أنت وياه؟ لا 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 ما حبش يحكي معايا جملة هو. لا كلمته ولا كلمك؟ لا كلمني لا كلمته. تصور أنت كان معايا مش نورمال، ما فاهمين كلمك، أعوذ بالله بناتنا ما جاتش. أما شنو الحكاية؟ أمه وأخواته هما اللي حكوا معناه. هي مدام سامحني رو فما حاجة ما هيش واضحة، وقت اللي تقول لي لا كلمني لا كلمته مشكلة، زادة ذي انتوما فيكم انتوما وما تحكيوا مع بعضكم معناتها في الموضوع. والله غالبا حالة غش هزتني والكل ما جاوني. قد ايه عندك توا في 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 دار بوك؟ عندي شهرين. عندك شهرين في دار بوك؟ باهي. نبعث لي حتى حد حتى شكل جيت استشرت، طلعت عدلة. طلعت عدلة جات خرجت معي للدار، ما هزيتش لا بابا لا امي لا حتى حد من الفامي. العدل قلت لهم معناها يا اخويا رجعوا مريض، كنتم صغيرين ومحلاكم والكل. نحن كاكم مثلا نحكوا بوم وبوه واخواته جاو يجرى. قالوا ما عادش حاجتنا بها. اعطيش علاش اش عملت شنو؟ لا تعمل ما عادش حاجتنا بها. وراجلي معناها يطلع كلمه بعد ينغون وساكت على روحه. ده ما دار معنا العدلة قايدة تريد التنور، وخرجت روحت على روحي ما حبش من الزحواج، وقل خلي لعمل العمل يستريح والكل كاء. يا أخي أمس بعث لي عاد المنفذ وبعث لي ورقة صحح فيها بابا اللي منش حاضرة، كاتب اللي هو حد يطلق إنسى، وكاتب اللي هو بعث لي قداش من مرة ما حبيتش نرجع، أقسم بالله العظيم لبعث لي حتى مرة ولا ما فما حاجة تثبت، ما فما إثبات من بعد. هاي نكملوا مدام، دونك طلبك الطلاق إنشاء. أنا حبي طلق إنشاء.
واضح. وهو كاتب معناه في الورقة اللي هو راجل معناها برشا مرات رجعني واني ما حبيتش نرجع له، وبديت معناها في يعني عندي شن عندي شهود عندي ناس معناها المنطقة نسك سهل كل كي احكي معناها سبحان الله يعرفوني شنو هو معناها ما نخرج لو مفتور راجل بتوح تفتور نص النهار مريق. يا لحياة يا لحياة يا لحياة هذي الكل فما تفاصيل، لكن باش نحاولوا ننفعوك. شنو تحب تصل بالضبط في المسائل هذه وشنو تحب تقول بالضبط؟ نفهم علاش ما فما حتى شيء ما يعني ما علاش يحب يتحكمش، علاش أمه تحكم ودارهم يحكم وهو علاش ما نعمل يتكلمش. واضح. شكرا لك. اذا حبيت تسال حاجه حبيت نسال مدام حيات عسلامه مدام شنحوالك معك الاستاذ احمد الغربي مدام تفضل. مدام انا حسب ما فهمت ما نعرفش فهمت بصحيح ولا غير عائلته الراجل معناتها تنجم تتعاشر انت وياه، معناها لو كان نحيو عائلته وانت وياه تنجموا تستمر الحياه الزوجيه في كنف الاحترام ولباس وتعيشوا مرتاحين ولا اسمعني والله ولا هو فيه شوي ما كلمة اسمعني كلمة اعوذ بالله ديني يا اخي تعرف اليوم معناها بالقدر عايشين مع بعضنا. لا سامحني سؤالي مش هذا يا مدام حياة، انا سألتك سؤال نحيو عائلته لو كان تعيش انت وياه راسك راسه في دار وحدكم بعيد على العائلة هو تراه معناتها تنجموا تعيشوا مرتاحين ولا معناها ما فيهوش عيوب؟ ما فيهوش عيوب لاباس هاي قالت لك فيه برشا عيوب اما ديما ساكت ما يتكلمش ديما ساكت. شنو هو العيوب اللي فيه هو شنو مثلا؟ ما نحبش نحكي عليها في الراديو او يجي وقتها ومعناها ونجم نوريها معنا المحامي تاعي معناها غير دارهم هو زاد فيه مشكل معناتها غير دارهم فيه مشكل. اسمعني هو كان يا مدام حياة احنا مش نربطوا بموضوعنا سامحني قصيت عليك احنا مش نربطوا بموضوعنا موضوع تليق للضرر نحبوا نفهموا نحن تو الضرر منين ما اتاه على السؤال انا سالته لك عندي علاش يا لندرا اليوم انت تتحدث على انه متضره وتحس روحك معناتها عندك ضرر جسيم وكبير وتتسائل علاش انت وصلت الوضعيه هذه. انا سالتك سؤال واضح يا لندرا الضرر من راجلك وحده ولا من عائلته ولا من الزوز؟ انت حسب ما فهمت من جوابك انه هو فيه شويه عيوب معناها متضرره منه وعائلته كيف كيف، هذا هو اللي انا غلط. اسمعني استاذ هو كان مريقل شيء مش نورمال. إيه مشكله بالمريقل هذه رانا عندنا مشكله معها. لو صحات بدي كومبليت ما ولا الفامي نتاعو تحكي هو ساكت. هو مريقل. هو مريقل. اي تيكا يا مدام توا اللي حبيت توا شوفوا انت توا باش تمشي معاه في طريق الانشاء ولا باش تطلب ضرر ولا شو باش تعمل بالضبط؟ ما نعرف انا نستشير فيكم. هيا باش نجاوبك توا. باش نجاوبك. اقعد معنا توا يجاوبك. اسمعني. انا ننصحك انا معناتها ما نعرفش مدام انت 31 سنه اكبر منك معناتها ننصحك نصيحه اخو كبير حاول تلقاو تيران دونتون تحاول تعاود تلم عائلتك حسب ما سمعت وحسب ما حكيت لي انت ما وضحتش انت بعض الجوانب انت عايشه معاه وهذه الحياه الخاصه هذا المشكل اللي فيها مين. فما حاجات ما نجموش راهو نحكيهم وفما حاجات علاقات خاصه في الزواج. سامحني مدام سامحني نكمل بركه جملتي ومسيش مرحبا بك. فما علاقات خاصه وفما امور علاقات في الزواج راهي ربما ما نجموش نحكيوها اون بلان بيبليك لكن نعرف لكن انا من رايي اذا فما امكانيه انت عندك انت الاصل معناها انت تعرف شو يصلح بيك لكن اذا فما امكانيه نتاع اننا نتجاوز الخلافات ونرجع لبعضنا انا ننصحك اختاك من الطلاق واختاك لا طلاق لا انشاء لا ضرر لا غيره حاول كيفاش تلقى معناتها تيران دونتونت انت مازلت صغيره وهو يبدو لي كيف كيف زاد لان 31 سنه معناتها مازلت صغار ما كومش معناتها كبار برشا تنجم تستمر حياه زوجيه تنجم تلقاو حل في المستقبل. اليوم معناتها راه الطلاق موش حاجه باهيه برشا معناتها ما تصورش روحك انت باش تلقى ربما راحتك هذه امور بطبيعه الحال ترجع لك انت. اما نصيحتي ليك حاول ما دام فماش اجراءات تاع طلاق حاول تلقى حل اللي ترجعوا به لبعضكم فيما زاد على ذلك فما حاجات انت تعرفهم اكثر من نعرفهم انا وانت مش تحكيهم. فاذا انت تراه ضرر هذاك موجب للطلاق تفضل بطبيعه الحال انت اخر حاجه انك تمشي للمحكمه وتطلب الطلاق وهذا حق من حقوقك. نعم
يا استاذ اني اسمعني اني ما طلعتش الطلاق، اني ماذا بيا راه رجعني، هو ما رجعنيش، ما جاني. ما هو اسمعني يا مدام، نجي نقول لك حاجه تو، احنا باش نخرج شويه على الموضوع ما مثالش. اخذر لي يا مدام، اخذر لي اخذر لي. انت تو انت شوف تو واحد ساعات يربطها بامور كرامه، تو كان نسمع ربما هو، وانا تو مستانس نسمع راهو الحكايه اللي نسمعها كل يوم، شمي ما جانيش وهو يقول انا مشيت لها مرتين ثلاثه وما حبش تكلمني. اخذر لي يا مدام. بالقسم يا دكتور، نحلم بالقسم. تبعني احنا نتجاوزوا الخلافات هذه، ما كلمنيش وما كلمتوش. اخذر لي، خلينا نلموا الشمل، ومش مشكله كلمك كلمته في الاخر، راهو حتى معناتها لا هو انت باش تطيح من قيمتك ولا هو باش تطيح من قيمته، في الاخر راهو باش ترجع العائله لاباس وسايب علينا من نترفعوا، ديما خلينا كبار ديما نترفعوا الحكايه الفارغه هذه. مدام مرحبا بك. واضح، شكرا لك مدام، بارك الله فيك. حاول الحقيقه واضح المشكل وانا فما حاجات غامضه ما تقلتش يا استاذ، فاحنا نقولوا اذا ما زلتم ما وصلتوش لا للطلاق الانشاء ولا للضرر، حاول اذا راجلك ما مشالكش وما مشاش وما جاش، حاول انت القى ثنيه وحاولوا القاوا الصلح بين بعضكم، خير من هذا ومن ذاك. هو امين في الموضوع هذا، راهو زاده باش ناخذوه نربطوه بموضوعنا في الحصه هذه، اللي هو الضرر يلندرا يكون لازم يكون ناتج على الزوج ولا الزوجة، ولا الضرر سبب خارجي على الزوجي. احنا نراو في تونس اللي في أغلبية الأحيان تلقى الراجل ومرته يعيشوا فوق في دار بوه، معناه باني فوق دار بوه، دونك بطبيعة الحال باش تكون فما علاقة بين أم وبوه، تلقاها ديما العلاقه تنجم تتوتر. واللي فهمناه في كلام الحياه، انا اليوم نطرح الناس سؤال، يلندرا هل هذا يتسمى ضرر؟ تنجم الزوجه تطلب عليه الطلاق؟ لا فما حاجات ما تقالتش، واللي فهمناه انا نحكي لك، انا مش نحكي حتى على مدام حياه راه، انا نحكي لك بصوره عامه، لانه هذه الحكايه مهمه برشا، عندنا برشا قضايا طلاق تصير على حكايه كيما هكا. احنا باش نرجعوا نحكيوا على التفاصيل هذه وغيره بعد ما نسمعوا اخر المستجدات الوطنيه والعالميه مع هدى بن مسعود من قسم